مرحبا بكم في برنامجكم وساعدوا أمي. اليوم أنا مع ميليسا. مرحبا يا أطفال. وبينجو. مرحبا أصدقائي الأطفال، إن شاء الله تكونوا شاطرين كما احنا رانا شاطرين مع تاتا. إيناس، قولي لي إيناس وش درنا اليوم؟ اليوم حنديروا واحد النوع تاع الحلويات واللي هي حلوة الهريسة. وشنو؟ حلوة الهريسة. كيف الهريسة؟ محسب الهريسة هذيك اللي يديروها في الماكلة الحارة. وشنو؟ هذا النوع تاع الحلويات هذا حلوة. حلوة واسمها الهريسة. إيه وهذه الحلوه القدومه نديروها في العيد اذا حبينا ماشي حاره ياك لا ماشي حاره خلاص الحمد لله بلي حاره الهريسه دوك تشوف المقادير وتشوفوا لا حاره ولا ماشي حاره هيا قولي لي المقادير تاعها المقادير شنو نسحقوا نسحقوا كاس زبده تكون طريه كاس نوات كوكو كاس سكر غلاس نسحقوا المولاوين نحبوه حنا اخترنا احمر اخضر اصفر وانتم تقدروا تختاروا اللي حبيتوا شويه لافاني ونسحقوا هنا صابلي يكون مرحي ولا كما تحبوا ونزيدوا هذا تاعت سكر غلاس باش نرمضوا فيه المول تاعنا وشويه ما زهر ايه هايله هايله دوك هاتك انا صبابط نلبس لي غون باش نقدر نخلط بيان وكي تكون ماما دير في البقلاوه ولا تكون في الحلوى صعيبه تاع العيد نتوما تقدروا توجد لكم المقادير هذو وديروا شويه هريسه دوك هاتك نحكموا الزبده تاعنا اللي تكون طريه كيما قلت لكم هكا نديروها زيدي ونزيدو سكر غلاس دوك انا نلمها مليح هكا نلمها لازم ندخلو لها كاع عيتك هذاك السكر غلاس ياك السكر غلاس ندخلو كامل في الزبده اه دوك هاتيك نزيدو شوفي ملي ثاني دخلت لك انا الزبده دوك نتيا روحي لهنا قاعده قدامي نزيد لك هذاك صابلي مرحي هاك يدخليه بصح تاتا كيفاش صابلي مرحي كيفاش نخدمو؟ نخدمو اون بات صابلي ونرحوها عادي ولا تقدو ما تستعملوه كي عندكم كش بيسكوي ولا تستعملوه. وإلا ما صتوش لاباط صابلي ولا روحو غير شويه البحر وديرو شويه رمل. عدنيها بيان هكا شوف لميها. خلطي مليح واقيلا ما تسحرتيش مليح ميليسا. وش كليتي في السحور ميليسا وش كليتي؟ أنا؟ ومعلا شكون؟ ماني أنت جا؟ كلي طعم بالبن. وش كليتي؟ طعام بالبن طعام بالبن وتصحت انا نقول لك واش تصحرت واحد الاكله شحال شابه هي طعام بصح شويه سبيسيال نقول لك علاش سبيسيال باسكو جاي كي شغل كيما السفه هكايا فيه مكسرات وفيه العسل وهذا الطبق مشهوره به مدينه تلمسان ماما قالت لي بينكو شك حابه تتسحر قلت لها تاتا ديري لي ماما ديري لي السفه شحال حبه شحال بنينه دوك هاديك نزيدو لك شويه ديجا حاولت جعت اصبر نزيدو لها شويه ما زهر باش ما تجيناش ناشفه هيا روحي نصحي بيان صبري هادوما اللي طاحوا لك منا طيحتيهم كامل ما ديك هذوك بعد هذوك نقصهم لك كاع من حقك دوك تشوفي دوك نمسح باش ما تزعفش عليا ماما دوك نمسح كامل دوك انتوما ديروا الهريسه وانا دوك شويه ندير لكم حلوه المايونيز ما تنسيتش حلوه المايونيز هذه وكيف حلوه الهريسه حلوه الهريسه بصح ماشي معناتها هريسه خلاص زالت لك خلاص هاكي العبصتيها كامل حكا مخ مخ بس كون حاب نعبص دوك هاتيك انا نجبد الاطباق تاعنا شوفوا جبت لكم واحد الاطباق شحال شابه ايه تشبه الاوراق تاع الاشجار فكرتيني في فصل الخريف هاك نتدي هذه بتيني تاع الخريف اه بس انا نحب الصيف باش نروح للبحر ونعوم وندير هكا شبح استناي دوك هاتيك هاد لاباط اللي خدمناها اه نقسموها على ثلاثه هاك انتيا الجهه كبيره ليا والصغيره الميليسا والمتوسطه تاتا ايناس دوك نحكمو نعطو الكميه تاع ميليسا نحطوها لها انا ثانيك لازم نقشط عليا ديجا اه ما لازمش نوسخ الملابس تاعي خاطر ماما قالت لي وسخ تاعك وانا ندي تاعي ودوكاتيك نحكموا هذاك الملون اللي درناه بس عطيتوني غير شويه وانتم ديتو بزاف ما دوك انت اما لو تحبي ديري ها ميليسا اما اختاري انا هذا انا ندي الاصفر عطينا ملعقه صغيره
شدي ملعقه اونطرونش باتيسري هاكي شدي تشوفي يا سني ما تقلقي يا يما شحال مقلقه ميليسا هاكي غلبها راه مقلقين ديري شويه اسمع هاكي زيدي تيا تاتا اسمع دقيقه برك ديروا القليل هاك واحد شتي الرصاصه شحال سهله يا روحي سي خلطي سهله مهله هنا دوك نديرها كاع بالالوان اللون غنعمرها بالالوان هاكا تموت ماما بالفرحه كي شفنا هاكا عاوناها اختاروا نتوما اللون اللي تحبوا ماشي كيما حنا زعما دوكاتيك واش لازم تحكموا هذاك اللي درناه اه؟ نديروه كريات صغار اه. هكذا بس نوري لك بعدا ونحطوه ديري هنا هاي دوك نجبد لك ان بلاطو هكا نديرهم كريات صغار اه هكذا ما تكبرهمش بيكم باسكو انت موالف تكبر نكبرهم باسكو انا نحبهم يكونوا زين بنان وكبار هكا مزين بنان دوك هاديك نوريكم كيفاش نديروهم استنى دوك نحكمو المولتانا هذا مازال ما كملناش راه يبان لي شهو هاني شوفي دوك هاديك شوفوني مليح نوريكم الطريقه اللي حنديرو بها نحكمو المولتانا ايه ندخلوه داخل السكر كلاص مليح اوكي هكذايا و هذوك لي بولات تاعنا نرمدوهم في السكر كلاص هكذا من بعد نديرهم بالطابع هكا باش تدخل لنا هكذا نعاودو نعجنوهم بيان ونديروها هنا نديروها مصغارة انا عيسى صغير ما حبيتش تجيني صغيره هاني بولا صغيره انا كملتها شتو شحال شاطه تاتا شاطر شاطر بينكو على بالي لازم تكون هكا تن شاطر في البيت تعاون ماما صغير ترقد وتاكل انا غير نرقد في البيت هذا ماك لا لا نعاونهم بالرقاد باسكو هما ما عندهم شكون يرقد يسمع انا نرقد اي بصح لازم تعاونهم باسكو يعياو هما في البيت خلاص نعاونهم نغسل الماعن خلاص يا اطفال نتوما ما تديروش كما بينغو يرقد برك لازم تنوضوا تعاونوا ماما باسكو ماما تخدم بزاف في الكوزينه سما تاعيا لازم نتوما ماشي خدمتكم غير رقاد لازم تعاونوها شويه مش كما بينغو ومن بعد تيك شوفوا قال لك يا ميليسا يا بومبينا شوفوا دوك مع نسقوهم هكذا يا خلطي الالوان يا خلطوهم باش يجونا متنوع تجي هذا الكاطو تاعنا يجي فيه بزاف الالوان بينغو عاوني دوك نديرو هكذا باش نعاونك معايا هذا بصح عندي لون اصفر شوف شوف معايا شحال ندير شوف الطريقه شوفي شوفي الطريقه شوفي هكذا باش يخرجوا لنا ملونين نمسحوهم بيان هكذا هنايا ونرمدوهم السكر كلاص تاعنا هكذا ونديرو العقل نحوهم المول ويجونا ثلاث الوان هكذا فهمتوا خرجت هايله دوك تزيدوا ديروا وحده نتوما عاداتي انا كملت قبل ميليسا ها يا راه درنا ميليسا شويه ها انا انت كيما قلت لك هادو نكمل لك هادي بينكو رمضان قبل هذيك كمل هادي وعجمهم ومن تا كي تنمضهم ميليسا قاولي باش ديري ياتي ثاني واحده خلاص كملت انا هاكا خلاص كملتي انت خلاص كملت انت غير هات هكذا سمي تاتا إيناس يعطيك الصحة على الوصفة تاع البارح البارح رحت للدار عاودتها لماما عاودتي جربتيها عاود جربتها جات هايلة نقصت شوية على ماما الطياب شي كيما بينغو انا ما جربتهاش انا رحت صدت وصفة واحدة اخرى في الدار كليتها درت الوصفة اللي درناها من قبل هيا راح سنحي لكم توعي ديرها هنا وزيد اللون الاخضر الاخراني زيدي لها اللون الاخضر بس خلاص لها ديتو كاع نتايا لا انت درتي غير زوج فقط وحده ديتي هي وحده انا انا قلت وحده لي وحده الميليسا نسيتك كاع نتايا ما حبيتش ندير لك ما نشح حمح شكون ميليسا شطا تعاوني ما في المنزل وانت ما تعاونش انا نعاونها هذا غير الرقاد والماكله ما ديروش كيما هو يا اطفال
نظف الكوزينه باش ماما ما ديرناش حاله. هاد لي بونجور جايتك نحيهم هكذا. بينغو مازال ما كملت. مازال بينغو يطول. استنى استنى ماشي هكا بينغو. نديرو لك ابغى كذا ابغى. هكذا. نحولها مليح. كاع الجوانب. وراح هاك نتقلبها لازم تجيك هكا كيما تاعي. وعين دوك تجي خير منها. ايه راح نشوفو اذا جي خير من تاعي. يا ربي ياس جات جابا جات خير من تاعك تيريريري. دوك جات ميليسا. دوك شوفو ميليسا انا ديتها اليوم من تاعتا. غنديهم مليح وشديهم بيان. الناس نقصلها شويه الحبه. اه نحيلها شويه باش تجيك انت باش تجيك هكا كيما انا ثلاث الوان ما يجيكش بزاف الاصفر كيما بينك. حتى انا نحب بزاف الاصفر عندي بزاف الاصفر في اللباس تاعي يشما درت بزاف الاصفر. هكذا. ماما راني بالاصفر بصح ما قلتلهاش الاصفر. هيا روحي. ودك ودك ودك. ما تنساش ترمدي هيك هنا هذا المو تاعك باش ما يلصقلكش. هكا. انا نطوي انا ننظف بعد. أروح زيد نتوالي منها. روح نتوالي منها هذه كملتها. هيا. بس ناي تاتا. روح. هذاك مليح. ودوك ليه هذا الغوص. هاكي وشتي وحده غوص دوك هذاك زيدي الخضر. هاكي الخضر. شوفي بلاصة ميليسا كيفاش راحي شوفي شوفي. هاهي معمرة بالسكر كلاص والفحين. خلاص خلاص دوك هاتي كيما وريت لك استنى نزيدو شويه نديرو له المول هذا. يا حي مازال غير ما درتيش باش ما تلصق كيما انت طولت باش درت. انا ما طولتش انا لا اصبري هبطي هكا هكذا ديري وحده ورديه وحده غوز هنا مليح نو ما تهبزيهاش ديريها هكا ديريها بولات باش تكفيك معليش راحي هكا سيدي وحده هنا قدامها ما تعبزيش ما تعبزيش ديريها برك هكذاك نزيد وحده صفرة تاع بينغو صغيرة. بينغو دوك تاعي تخرج خير من تاعك. نحيلها هادو من الجوانب اللي قاعدو. نحيل هذا الصفر هكا. دوك نقلبها. نحي بيان الجوانب هادو. نحي الجوانب ميليسا. هكذا. أنا حابة نقلبها نشوف كيش تخرج. داك تشوفي تخرج لها ميساحه باش دير فيها تخرج تخليطها بليطه داك تشوف دوك نشوفوا شكون جات وشابه ديري سيك غلاس سيك غلاس هنا ها هي راه فرغي شويه من الفوق معليش هاي ديري تشوفي دوك باش نخبها كاع بلا عقل بلا عقل سناي وي خدت خير من تاع بينغو خرج بصح فيها الوردي اكثر من الاصفر كي ايه بصح جات شابه الورده في الوسط وانا ثاني جات شابه الورده في الوسط سين انت كتبت لها الاصفر انا عجبتني تاع مينيسا تاعي جات خير من تاع بينغو جاتها شابه دوك هذيك حنا مشاهدين نكملوا نديروا الحبات الاخرين ونرجعوا لكم نشوفوهم في طبق التقديم لتحضير حلوة الهريسة نحتاج 125 غرام زبدة طرية كاس سكر ناعم كاس جوز الهند كاس صابلي مرحي فانيلا ماء زهر ملون أخضر وردي أصفر أنا نرجعنا لكم مع الوصفة تاعنا اللي وجهزناها نهار اليوم هي وصفة حلوة الهريسة خلاص هي شدت روحها دوكا وزيناها شوية هكذايا باش نقدروا نقدموها ندوها معانا نشكر عمو بينغو وطاطا إيناس اللي عاونوني في الكوزينة درت هذا الكاطو اللي نفرح به ماما تفرح بزاف دوكا كي درنا هذا الكاطو وانتوما إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تجربوها باسكو راح تكون ناجحة وتكون بزاف بنينة سيغتو وحنا ما علينا غير نقول لكم صحة فطوركم و إلى اللقاء. إلى اللقاء.